السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جاية لكم فيديو جديد. الفيديو بتاعنا النهاردة هيبقى طريقته سهلة جدا ومكوناته سهلة وموجودة في كل بيت، مكونين اتنين بس وسهلين جدا. الطريقة النهاردة بتاعتنا هتبقى، اول مكون بتاعنا النهاردة ان شاء الله هيبقى لإزالة الشعر تماما. اي شعر موجود في جسمنا، الشعر الزايد تحت الابط، اي في اي منطقة، ده ان شاء الله هينهي على الشعر تماما، مش هيخليه ينبت تاني ابدا. بس يا ريت تستخدموا معايا الوصفة صح، او تشوفوا معايا الوصفة صح علشان تعرفي تعملها صح برضو معايا. لو انت عملت الطريقة غلط وممكن تشوف المكونات وتخرج من الفيديو وتقول اه ده المكونات كذا وكذا، وممكن ان انت تعملها بطريقة غلط فيرجع الشعر ينبت معاكي تاني وتقولي لا ده الوصفة ما عملتش معايا حاجة. يا ريت تتابعوا معايا الفيديو وتشوفوا الطريقة الصحيحة، ويلا بينا نحط لايك للفيديو. عايزاك توصل الفيديو دوت لاكبر عدد من اللايكات وشيروه علشان برضو ناس كتير وبنات كتير تستفيد من الوصفة بتاعتنا النهاردة. ويلا بينا نشوف الوصفة بتاعتنا مبدئيا كده يا بنات. الوصفة بتاعتنا طبعا مكوناتها سهلة وبسيطة، وهما مكوناتنا بس. اول حاجة معانا في الوصفة بتاعتنا النهاردة الملح، زي ما انتم شايفين كده ده ملح عادي من بتاع البيت وبتاع المطبخ، يعني مش هنشتري حاجة غريبة ولا حاجة، ملح عادي من بتاع المطبخ بتاعنا. دي اول حاجة معايا في الوصفة. تاني حاجه معايا ايه؟ زيت الزيتون. ده طبعا يا جماعه زيت زيتون، بس اهم حاجه يكون زيت زيتون بكر، تمام كده. طيب تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم في مكون برضو معانا، ده ان شاء الله اللي احنا هنستخدمه في اخر الوصفه، وهقول لك برضو علشان الطريقه تبقى معاكي صح وتجيب معاكي نتيجه ممتازه هنعمل ايه. تعالوا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهناخد معلقه ملح او معلقتين على حسب الكميه اللي انت هتستخدمها، يعني الكميه انت براحتك. وهناخد معلقتين زيت زيتون، بس اهم حاجه يا جماعه زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو زيت الزيتون لازم يكون بكر عشان يجيب معانا نتيجه. هناخد برده كده، هناخد برده كده اهوت معلقتين زيت زيتون. وهنقلب الوصفه بتاعتنا، وقلت لكم برده يا بنات لو انتوا عايزين تزودوا الكميه ممكن تزودوا، مفيش فيها مشكله. هنحط برده كده اهوت زيت زيتون، بالطريقه دي كده لغايه ما تبقى معانا بالقوام ده اللي انتوا شايفينه ده. هحط برده كده شويه ملح علشان ازود الكميه شويه معايا، وهحط برده عليها معلقه زيت زيتون علشان الكمية تبقى كبيرة معايا شوية، لأن يعني الكمية دي صغيرة. ده كده حلو اوي. شايفين هو القوام ده كده كويس جدا. ده كده الوصفة جاهزت معايا. طبعا لسه في مكون، المكون دوت هنستعمله في الاخر، بس تابعوا معايا الوصفه علشان تجيب معاكم نتيجه ممتازه. في بنات طبعا متعوده ان هي تشيل الشعر او شعر العانه او تحت البط او الحاجات ديت بالشفرات او مكان حلاقه او الحاجات دي كلها، لا الطريقه دي يا جماعه غلط، لان الطريقه ديت ده بتزود معاك الشعر اكتر، يعني بتخلي الشعر يكتر معاك اكتر، وبتخلي كمان الشعرايه تبقى سميكه او تخينه. فالافضل ان احنا نشيل الشعر بايه؟ بالحلاوه او بالسويت. دي يا جماعه افضل طريقه ان انت تشيلي بيها الشعر. حتى لو انتوا لاحظتم الناس اللي هي بتستخدم الحلاوه او السويت بتبص تلاقي ان نمو الشعر بيغيب شويه على ما بيطلع، دي طريقه. اما الناس اللي هي بتستعمل الشفرات بتبص تلاقي اسبوع والتاني تبص تلاقي الشعر ان هو بدا يطلع. السويت بيغيب، بتخلي لانه بيشيل الشعر من جذوره، بيخلي فين وفين على ما الشعر بيطلع، يعني بتخليه يتاخر معاك. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه بعد ما بنشيل الشعر اللي هو في الايد او اي منطقه في جسمنا بقى بنشيل منها الشعر؟ بعد ما بنشيل الشعر خالص من المنطقه اللي احنا عايزين نشيلها، طبعا بنغسل كويس جدا مكان مكان الحلاوه او اي حاجه احنا بنشيل بيها، طبعا قلنا خلاف الشفرات او المكن او الحاجات دي كلها، علشان ده بتقل الشعر اكتر وبتخلي الشعر يطلع على طول. فبنعمل ايه؟ بننظف المكان، وبعد كده باخد الوصفه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده اهي، وبقوم حاطاها عليها بالشكل ده كده وبحركه دائريه كده اهوت اهي، بحركه دائريه كده بالراحه يا جماعه، ما نتكش قوي واحنا بنعمل
علشان طبعا الملح ما يعملش عندنا التهابات او اي حاجه. هو طبعا مش هيعمل التهابات ولا هيعمل اي حاجه لان هو في زيت، الزيت طبعا ده بيحمي الجلد من الالتهابات والمشاكل دي كلها. وبفضل اعمل بالطريقه دي كده بحركه دائريه كده اهوت. الطريقه ديت ده بتاخر نمو الشعر او بتخلي الشعر ما ينموش خالص من اساسه بالطريقه دي كده. الطريقه اللي احنا عملناها ديت طبعا قلنا على خفيف زي ما انتم شايفين كده، زي ما انا عملت معاكم، لا خلت الجلد عندي يحمر ولا يلتهب ولا يسيبه اي حاجه ولا اكن حط اي حاجه. لان طبعا اكيد في ناس هتقول ده الملح بيعمل التهابات والحاجات دي كلها. لا، الملح يا جماعه يعمل التهابات لو كان لوحده، انما هو دلوقتي عليه زيت زيتون. زيت الزيتون دوت بيبقى يعني الطبقه بتاعته ده بتحمي الجلد زي ما انتم شايفين كده. هنعمل ازاي او طريقه الاستعمال ازاي؟ طبعا بعد ما بنشيل الشعر الزايد في جسمنا بالسويت بتسيبوه كده حوالي 5 دقايق على ما المكان اللي انت شلت منه الشعر يهدى كده. وبعد كده بتشطفيه فيه وبتعمليه زي ما احنا ما عملنا كده، بتفضلي تعملي كده بحركه دائريه كده حوالي 5 دقايق. بعد كده يا جماعه بعد ما بنسيبه كده وبنعمله بعدها ب5 دقايق بنقوم ايه شايلين الملح والزيت زي ما احنا عملنا كده وبننضفه. طبعا في حاجه هنرش بيها علشان تخلي الجلد معانا طري ورطب وكويس جدا، كمان بتخلي الريحه كويسه جدا، ما بتخليش المكان اللي انت عملت فيه المكون دوت له ريحه كريهه او اي حاجه من دي، لا بالعكس بتخلي المكان ريحته كويسه جدا. شايفين بقى بعد ما عملنا الوصفه وشلناها كده ومسحناها طبعا زي ما انت شايفين، هتحس تلاقي المكان اللي انت دهنت فيه ناعم، بدأ ان هو ينعم زي ما انت شايفين كده، وتلاقي الجلد بدأ ان هو يطرى معانا. ده بالظبط نفس المكان اللي انت هتعملي فيه الوصفه بتاعتنا او هتشيلي منه الشعر، بيبقى بالطريقه دي كده. معايا بعد كده ميه الورد اهوت، بعد كده اهو بسيبه كده على ايديا، برش كده على المكان اللي انا عملت عليه وبسيبه لغايه ما يجف كده بقى لوحده او ينشف لوحده زي ما انتم شايفين كده. بيخلي المكان كويس جدا، ريحته كويسه جدا، بيخلي الجلد بتاعك دايما رطب. ده كده يا جماعه الوصفه بتاعتنا عملناها طبعا زي ما انتم شايفين، عملناها معاكم وقدامكم وقلنا لكم على كل حاجه. طيب بنستخدمها ازاي؟ بعد كل مره ان انت بتشيلي منها الشعر بتعملي نفس المكون دوت، بتعملي مره في الاسبوع اللي انت عملت فيه، بتستنى اسبوعين وبترجعي تعملي مره كمان، وبترجعي تستنى اسبوعين وبترجعي تعملي مره كمان. يعني معنى اصح بتعملي كل اسبوعين بتعملي الموضوع ده مره. بالشكل ده هتبصي تلاقي النمو بتاع الشعر بدأ واحده واحده معاكي، ما عادش يطلع نهائي ولا عاد يبقى له اثر. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ولو عجبكم باذن الله ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.